خدتها كعب داير على معارض السيارات عشان تشتري عربية بسعر مناسب ومش لاقي لا مستعمل ولا جديد؟ اصبر، والحكومة هتنزل عربيات بسعر 95,000 جنيه وبس، وكمان تكلفة تشغيلها أقل من باقي العربيات اللي في السوق. فخليك معانا في الفيديو ده عشان تعرف كل التفاصيل والمواصفات وإمتى تقدر تستلم عربيتك. أنا ملك ريان، خليكم معانا. قريب قوي هتشوفها جنبك في الطريق، أول عربية مصرية شغالة بالكهرباء ومتاح منها تصميمين. الأولى تم إنتاجها بالفعل واستخدمها لنقل العمالة في مؤتمر المناخ COP27 اللي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر اللي فات، والتانية تم الاتفاق على تصنيعها في مدينة العاشر من رمضان من خلال مصنع طاقته الإنتاجية 5000 سيارة كهربائية. والإنتاج هيكون بالتدريج، يبدأ من 500 سيارة في الشهر و1000 في الشهر اللي بعده لغاية ما نوصل إلى 5000 سيارة في الشهر خلال 6 شهور عشان تنزل السوق. وأهم ميزة في السيارة الكهربائية المصرية التوفير، لأن تكلفة تشغيلها ما تعديش 30% من تكلفة سيارات البنزين، والسيارة شغالة ببطاريات ليثيوم آيون عمرها الافتراضي 12 عام بضمان 10 سنين. كمان بتتسع لخمس أفراد وسرعتها 60 كيلومتر في الساعة، مناسبة للاستخدام والحركة جوه المدن. وطبعا مش هننسى سعرها التنافسي ب 95,000 جنيه وبس. وعشان تبقى عارف، الهيكل الخارجي للسيارة مصري الصنع 100%، لكن هيتم استيراد بعض الأجزاء الإلكترونية من بره. حاليا نسبة المكون محلي فيها 60% بس، لكن خلال سنتين الحكومة بتستهدف انها تبقى 100% تصنيع مصري. واللي قايم على المشروع فريق بحثي مكون من اساتذة جامعات مصريين حاصلين على جوائز الدولة التشجيعية ومصممين مصريين بالخارج. ولو بتسأل ليه سيارة كهربائية بالذات، ففي الفترة الاخيرة بتشجع الحكومة على استخدام العربيات اللي شغالة بالكهرباء او الغاز الطبيعي بدلا من البنزين عشان تقلل من نسبة التلوث في شوارع مصر، خصوصاً إن العربيات دي تكلفة تشغيلها قليلة مقارنة بالسيارات التقليدية. فالإجابة عند المهندس علاء السبع، عضو شعبة السيارات، واللي شايف إن سوق السيارات دلوقتي بيعاني ركود سببه انخفاض عمليات الاستيراد. يعني مصر فيها 52 وكيل السيارات، مفيش وكيل واحد عنده 20% من الرقم اللي المفروض يطرحه في السوق. ضيف على كده كمان ارتفاع الأسعار بشكل أعلى من قدرة المواطن الشرائية، عشان كده أي حد بيفكر 100 مرة قبل ما يشتري أي عربية. وارتفاع الأسعار سببه انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وكمان الأرضيات اللي بيدفعها المستوردين في الجمارك. ودلوقتي أرخص عربية في مصر عندنا سعرها بيتراوح ما بين 360 إلى 375 ألف جنيه، والسيارة نيسان صاني اللي تعتبر سيارة شعبية كانت ب 180 ألف، دلوقتي بتبدأ من 410 ألف جنيه حسب محمود خيري خبير السيارات. فهل دلوقتي لو محتاجين عربية ممكن تشتروا فعلا السيارة الكهربائية المصرية الجديدة، ولا برضو هتفضلوا السيارات التقليدية؟